بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه كلمة من كلمات القرآن استوقفتني وأحببت أن أتأملها معكم. الأزلام. نقول دائما هناك بعض الكلمات القرآنية نحن بحاجة لمعرفتها أيها الأحبة، لأن هذا جزء من إيماننا بالله، جزء من يعني سعادتنا يوم لقاء الله. كم ستكون سعيدا عندما تلقى الله عز وجل وأنت عالم بكلامه الكريم. هذه الكلمة أيها الأحبة لكي نفهمها وتترسخ في دماغنا، ينبغي أن نذهب إلى عصر الجاهلية أولا. في عصر الجاهلية لم يكن لديهم شيء اسمه التوكل على الله، لم يكن لديهم شيء اسمه صلاة الاستخارة. يعني مثلا إذا هم الإنسان بالأمر، أراد أن يتزوج أو يسافر أو يشتري عقار أو يشتري سيارة أو يعني يدرس فرع كذا أو فرع كذا، أي عمل مهم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستخارة. مضمون الاستخارة أنك تسلم الاختيار لله ثم تتوكل على الله وتنظر ماذا ييسر الله لك، فالعمل الذي تجده ميسرا تمضي به، العمل الذي تجد أن أبوابه مغلقة أمامك تتوقف عنه. طيب في الجاهلية ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يستقسمون بالأزلام، كان لديهم سهام يرمون بها هدف معين. لديه ثلاثة سهام، السهم الأول مكتوب عليه مثلا افعل أو أمرني ربي، أو يعني كلمة تأمره بأن هذا الأمر يجب أن يقوم به، مثلا إذا أراد أن يسافر. السهم الثاني مكتوب عليه لا تفعل، أو يقول نهاني ربي. طبعا هذا شرك بالله، ربما هذا الأمر فيه خير ولكن أنت وضعت نفسك أمام الاحتمالات أو أمام المصادفات. والإسلام أيها الأحبة هو دين العلم، يريد أن تبني تصرفاتك على العلم، على التفكير، على الحسابات المنطقية، ليس على العشوائية والعبث والمصادفات. السهم الثالث يتركونه فارغا ثم يرمون به لنقل هدفا معينا. السهم الذي يصيب ينظرون ماذا كتب عليه، أمرني ربي فيقول يطمئن ويذهب في سفره، نهاني ربي يجلس يترك السفر حتى لو فيه خير. إذا أصاب السهم الثالث الفارغ غير مكتوب عليه شيء يعيد الكرة. طبعا يمكن أن يستخدموا الحجارة أو القداح أو غير ذلك. المهم أيها الأحبة وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. سبحان الله، بمجرد أن جاء الإسلام أيها الأحبة واكتمل، يئس الكفار أن يضلوا المسلمين. حتى اليوم أيها الأحبة نحن من فضل الله في العالم الإسلامي، حتى الإنسان الذي مثلا أصابه حادث أو أصابه ضر أو أصابه مرض، تسأله كيف حالك؟ يقول لك الحمد لله، يشكر الله. هذا غير موجود في ثقافات الشعوب الأخرى أيها الأحبة. هذا الأمر نجده فقط لدى المسلمين. لماذا؟ لأن التوكل على الله هو جزء من عقيدتنا، جزء من يعني هو منهج حياة لنا. عندما تقول الحمد لله، عندما تقول إن شاء الله، كلمة إن شاء الله كم تتكرر على لسان كم مسلم؟ ملياري مسلم. فهذا الأمر أيها الأحبة يأس منه المشركون والمشككون. ولكن قد يسأل سائل، ما فائدة هذه الآية اليوم؟ نقول هناك أناس أيها الأحبة اليوم تجد حياتهم تابعة لما يسمى بعلم الأبراج، وهو ليس بعلم طبعا، هو خزعبلات وعبارة عن أناس يكسبون المال. تجد أنه يقول لك أنت برجك كذا، الثور أو كذا،
في يوم محدد إياك أن تعقد صفقة تجارية أو تفعل شيء مهم، لأن هذا يوم نحس. هذا نوع من أنواع الأزلام. عندما يأتي شخص ويعني يضع حياتك تحت نظرية الاحتمالات والمصادفات، تتفائل بشيء معين يعني ليس له علاقة بالتوكل على الله، هذا الأمر نوع من الأزلام. ما هو البديل أيها الأحبة؟ البديل هو الاستخارة، هو التوكل على الله. عندما تطلب من الله عز وجل وتسأل الله تبارك وتعالى بعلمه وقدرته أن ييسر لك الأمر إذا كان فيه خيرا، ويصرفه عنك إن كان فيه شرا، هذا هو التوكل على الله الذي أمرنا الله به. إن الله يحب المتوكلين، الله سبحانه وتعالى يحب من يتوكل عليه. إلى لقاء جديد إن شاء الله، وكلمة أخرى من كلمات القرآن، نسأل الله تعالى أن يجعل فيها العلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.